الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الأسبوع الماضي تكلمنا على الحديث الذي خرجه المصنف لا تدخل المرأة إلا مع ذي محرم، فقد بينا ما فيه من مسائل علمية وبينا ما فيه من اتفاق مع مفاضل الشريعة. أسأل ما أسأل؟ ها؟ نكمل المسائل كما هناك مسألة أخرى تتفرع عن المسألة الأخرى التي بيناها، قلنا أن الخلاف بين العلماء في سفر المرأة بغير محرم للحج، وهذه يتجذبها أدلة، منها دليل عام وهو قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحديث وهذا عموم، والحديث عن أن السبب لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة وكذلك مسيرة ثلاثة أيام بهن وفي رواية مطلقة إلا مع ذي محرم عموم. فعندنا عمومان: عموم يأمر بالسفر للحج خاصة، وعموم يمنع المرأة من السفر عموما إلا مع ذي محرم. فالعمومان الآن منهم من أعمل العموم الأول ورجحه على العموم الثاني، وقال تمنع من السفر بغير محرم إلا للحج للأمر به، ومنهم من قال نؤمن الثاني ونغلبه على الاول من باب تقليد الحاضر على المبيح، ونقول بان حديث السفر يمنع المرأة ان تسافر سواء بحج او بغير دون محرم او بغير محرم. بينا الترجيح ووجهة العلماء الذين رجحنا قولهم بالادلة، فلا نراجع الا بالاسئلة. الفرع الثاني والمسألة الثانية تتعلق بهذا الباب، ان قلنا بانه يجب على الراجح الصحيح على المرأة أن تسافر للحج إن كانت فريضة الركن، إن كانت فريضة الحج هي الركن الواجب عليها، فسافرت بلا محرم وضافت البيت وأدلت المناسك، فهل يصح حجها أم لا يصح؟ الصحيح في ذلك أننا نقول المسألة على قولين: قول الأول قول الجماهير من أهل العلم اختلفوا وخلق، قالوا يصح حجها، واختلفوا فيما بينهم هل تأتم بذلك أم لا. أما الحنابلة والأحناف فقالوا تأتم بذلك، لما؟ لأنها عصت الله ورسوله وسافرت بغير محرم، لا سيما فقال السلام: لا يحل المرأة تؤمن بالله ويوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا علق وأناط الإمام بالسفر مع المحارم، فهي تأتم بسفرها بغير محرم لأجل صيامها لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وحجها الصحيح، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة فقد أدت الشرائع والأركان. القول الثاني هو يميل إليه القدر يعلم، يعني محصول القدر يعلم والظاهرين بأن حجها لا يصح من سفر إلى الحج بغير محرم فحجها باطل لا يصح. وما الذي أتى إلى مصان الحج؟ لأنها وقعت في المحظور، فعلت ما منع عنه الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني فهو باطل. فاذا هذا العمل مردود باطل على صاحبه، مردود غير مردود، وهذا هو القول الثاني. والرحيق الصحيح الذي لا نحيد عنه ان حج المراه اذا حجت غير محرم وان كانت شابه وان كانت عجوزا سواء في ذلك فان حجها صحيح
وتأتم بمخالفة النهي، فالحج يقع صحيحا لكنها تأتم لأنها قالت خالفة الله ورسوله. والرد على الحج به من قال بأن حج يبطل بقولهم لحديث النساء أو بسندرين بحديث السلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول قد حجت حجا عليه أمرنا وقد أبدت الأركان والشروط بحياتيها فحج صحيح. العبادة لها شروط وأركان استقرأ من الأحاديث والآيات التي جاءت تأمر بهذه العبادة وقد أدت ما عليها من هذه الشرائط وأركان فلا تزر وازرة وزر أخرى فيصح حجها ولا يصح. وأما الحديث عمل عمل ليس عمرنا قلنا الحج على أمرنا والسفر ليس على أمرنا والسفر ليس شرطا من صحة الحج وليس واجبا من واجبات الحج وليس ركنا من أركان الحج كالجهة المفكة فإذا سفرت بغير محرم فقد عصت الله ورسوله ولم يؤثر ذلك على حجها بتوفر الشروط والأركان. هذا واجب. أما من قال بإثمها فهو الأقرب إلى الصواب لأنها خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الذي يتعلق بهذه المسائل أولها مقاصد الشريعة حفظ الأعراض، فإن كان من مقاصد الشريعة حفظ الأعراض فقد أدت الشريعة بالأمر أو بالوجوب الإلزام المكلف على كل وسيلة تحفظ فيها الأعراض ونهت وحرمت كل وسيلة يمتنع فيها الأعراض. من ذلك هذه السيدة الجنود استنبطت. نعم محمد. منع الشرع للمرأة لابد تكون أن تسافر بغير محرم لهذا لأن هذا يعرضها إلى الفتن وهذا العيب ومعلوم أن المرأة يطمع فيها فلذلك الشرع منع سفرها بعد حفظ على عرضهم فإذا من أمطار الشريعة حفظ العيب ولذلك الشريعة تمنع أي ما يهدف أي ما شيء يهدف لذلك العيب أو توجب على المكلف كل الوسائل التي بها يحفظ الأمر. الفائدة الثانية الخبر، الخبر بمعنى الإنشاء أبلغ من الإنشاء فهو الوجوب أو النهي والزكي. الخبر الذي يأتي بمعنى الإنشاء أبلغ من الإنشاء شنو هذا؟ كيف لبس المرء؟ خبر من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا بعد يوم فإن الشهيد حق ما رأيك في هذا؟ يوشك جيد أنت أخطأت هي المسألة مش نفس الرواية الرواية الأخرى هذه الرواية التي سفرنا الضعيمة لا لا جيد هو هذه الرواية أن الخبر لا يحل المرأة دون بلاد من الأخر وعناصر الإيمان على تأريخ دلالة على أنه خبر يقول الذي تسافر غير ذي محرم لا إيمان له فهذا خبر يراد به إنشاء يعني يقول إن كنت مؤمنة إن كنت مؤمنة فدلالة إيمانك أنك تسافري إلا مع ذي محرم ومفاده لا تسافري إلا مع ذي محرم فالخبر يأتي بمعنى إنشاء ويكون أفضل من الإنشاء وأبلغ. الفائدة الثالثة السفر يدور على الوقت وعلى المكان يدور على الوقت وعلى المكان وإذا كان المقصد الأسمى في حرمة سفر المرأة بلا محرم فنحن ندور مع السبب أو العلة التي توفر لنا هذا المقصد أو تصل بنا إلى هذا المقصد. إذا كان المقصد هو حفظ المرأة وحفظ عرض المرأة فنحن ننظر في أضيق الأحوال التي يحرم السفر عليها إلا مع ذي محرم. فقول صلى الله عليه وسلم يوم وليلة أو ثلاث أيام بليلهن من تمسك بظاهر هذا الحديث قال لا يحرم عليها أي سفر إلا إن كانت المدة ثلاثة أيام بليلهن. يبقى إذا السفر من الإسكندرية إلى أمريكا تسافر غير ذي محرم ليس فيها ثمة شيء قيمة لأنه لم يأخذ بالطائرة ثلاثة أيام بلاليين ولا يوم بليل إن نظرنا إلى ذلك ولا يوم نحن نقول الأحاديث دارت وجاءت مقيدة بالوقت وجاءت مقيدة بالمسافة وجاءت مقيدة بالإيش
وجاءت نقيدة وجاءت نقيدة ليست نقيدة. أما النقيدة بالوقت فقد جاء عن مستر بن أوفاس مسيرة أيام وليلة وفي الوقت مسيرة ثلاثة أيام بالآلهن. وأما المقيدة بالمتابع جاءت مستنبطة من حيث أن عمر بن عباس أنه كان مكثر الصلاة لأربعة جنود وأربعة جنود طب أربعة جنود 71 كيلو جيد. انا اقول من وين ياخذون ويتعلقون ويعلقون الحكم على هذا الحديث؟ وين الشارح والدلاله من هذا الحديث على ان سفر المراه مقيد بالمسافه؟ اتينا بالوقت قال مسيره يوم وليله مسيره ثلاثه ايام بالليل. حديث ابن عمر انا وكان نقصر باربعه جنود وابن عباس وقول الصاحب طلع على الاقل هو حجه للشافعي والمالكيه في هذا الباب. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الشرع أناط تحريم السفر غير المحرم أيضا على المتابع. كيف؟ طيب أنا أعذر عليكم جميعا. نعم صار واضح؟ اسأل غير سؤال. الآن الشرع جاء بالنسبة للسفر للمرأة قلنا ما قصد شريعة حفظ عرض المرأة وحفظ عرض المرأة هذا تسافر إلا مع ذي مرأة. فقلنا السفر قد بيّنه الشرع بمسافة وبوقت وإطلاق. جاء بمسافة بوقت وهذا ظاهر حديث الإسلام لا تسافر المرأة تسير أيام وليلة إلا مع ذي مرأة لا تسافر المرأة تسير ثلاثة أيام بلأبيهن إلا طيب. والإطلاق حديث ابن عباس أنه قال قال للسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فأطلق لم يقيد ذلك المتابعة ولا إطلاق ولكن سماه إيش تمر. فكل سفر لا يجب أن تسافر إلا مع ذي محرم. قلنا أما التقييد بالمتابعة فبيستنبط من حديث ابن عمر وابن عباس أن القدر في أربعة فروض. من وين بقى وجه الكلام هذا؟ وماله بل المرأة؟ احنا بنتكلم عن السفر ولا بنتكلم عن قتل الكرام؟ يعني افهموها بقى حرام عليكم. ايه ما ينفعش؟ نيجر البرج المقاصة 41 كيلو. ها كريم احسن لابد اخذ ما الدليل؟ هذا هو ولا جماعة لا ولا تعلم جماعة لا ولا جماعة عليهم في طيب كنتم وليس عليكم جماعة وليس عليكم جماعة أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين. ولذلك عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن أمنا الآن فبما قال قال صلى الله عليه وسلم فقال إيه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جماعة أن تقصروا فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جماعة أن تقصروا ضرب الأرض والصبر ففي دلالة على أن القصر بالسفر. فلما يقول نقصر في أربعة جزء يبقى كل سفر يسمى سفرا إن كان ميش مسافات مسافات القصر عند على الأقل الشافعية والمالكية وأيضا الحنابلة. فلذلك نقول ويقيم السفر أيضا سفر المرأة بالمحرم. لذلك نحن نقول الاتفاق على أن السفر القصير إن تجاوزنا وسميناه كقصرا كفرا. السفر القصير الذي يقيد عن أربعة جزء يجوز للمرأة أن تسافر فيه مع غير ذي محرم. يعني لو ذهبت إلى قصر الزوار ليس لا نقول لها ولا نلزمها بالمحرم معه ولا إلى الأمور ولا إلى دور العرب إن كانت كفر عند بعض الناس وليس سفر للحدود الإسكندرية تدخل فيه. فإذا السفر صحيح هو مسافة القصر. فإذا قيد المسافة وقيد الوقت وأطلق. فنقول الآن الأصل من تحريم سفر المرأة إلا مع ذي محرم ما هو المقصد في ذلك؟ المقصد حفظ عرضها. فإذا كان المقصد هو حفظ عرضها وجب على المسلم البصير أن ينظر في كل وسيلة تصل إلى هذا الإيش؟ المقصد. فإن قلنا أن الوسيلة التي تصل في المقصد أن أقول مطلقا لا سفر طويل ولا كبير قصير ولا طويل أن نحافظ عليها فلا يسافر قول الوزير وقول لكن سألحق به فالحق به ايه؟ فالحق بالأمة ايش؟ فالحق بالنساء ايش؟ المشقة والعنف والشريعة ما جاء إلا بالتنذير. افتحوا الأنفس لو سمحت
عشان هذه المتاهات التي تثبت الاجر. فاذا كانت الى الارض بهذه الوسيله اللي هو الاطلاق يكون كبر قليل كبر قصير كبر طويل. يعني لو ذهبت من شارع 12 لسيدي بشر يبقى لابد ان تركب المحرق ونسميه دبر هيشق على كل النساء حتى لو كانت الجامعه الان كبر الدوار او ابو المطامير قريبه من هنا يعني تصل ل 70 كيلو ما تصل صح؟ ما تصل. طيب هل نقول لها ونلزمها بالدبر وهي في الجامعه اللي تضحك فيها المشاكل؟ فالاول متمكن في الوصول للنقد وحفظ اهلها لكن ستلحق المشقه في الامه لو اخذنا منها. قلنا صادمنا مقاصد الشريعه وروح الشريعه والاصل فيها التيسير ونحن نريد المقصد يتوفر معنا. لكن اذا قلنا المساله دائره على الوقت وعلى المثابه فان كان الوقت هيضيق عليها حتى ناخذ اعداء ناخذ بالوقت. ولو قلنا بالوقت انه سيوسع المساله ويجعلنا لا نصل الى المقصد ضيقنا وانقذنا بايش؟ بالمثابه. يبقى اذا تعرضت المساله بين وقت ومثابه خذ بالاضيق. وهذا يفرق ما تبناه الشيخ الاسلام جميعا ان المراه في منطقه اليوم والليله اقل من ذلك. وده الفتوى اللي يفتي بها الشيخ ابن جبريل الان طبعا بيدور عليها الشيخ قرضاوي عليه عن التفصيل العلمي لان الشيخ ابن جبريل بيؤصل علميا لهذا الباب على ايش؟ على الحديث تفصيله على هذا الحديث في يوم وليله وثلاث ايام بلا يوم. فيقول اي سبب اقل من يوم وليله لا تصح للمراه ان تسافر. يعني مثلا لو كانت في السعوديه وتريد تسافر الى مصر ممكن الرجل يعني يجعلها عند باب القاهره والاخر ياخذ في المطار يعني ينتظرها يصح السفر بذلك. وتفصيله على ايش؟ على ان المسيره ان تكون يوم وليله. وقلنا ان هذا سيعطل لنا المقصد الاسمى من تحريم سفر المراه بغير محرم. الجزئين خلص السياره واقعه حدث حادث من تاخذ هذه المراه والذئاب البشريه تنسب حولها فهذا سيضيع علينا المقصود الاسمى وهو حفظ هذه المراه. فاذا كنا بالمثابه 71 كيلو او 4 بر نكون قد ضيقنا الطريق والخناق على الفتنه بالمراه وايضا وصلنا الى المقصود من التشريع بايش؟ بايسر طرق دون التضييق ولا الحاق النشاط. واذا السفر ان دار بين مسافه وبين وقت اخذنا بالاضيق الذي يحقق لنا النقد. وان كانت المساله على الاطلاق قلنا الاجماع سبب يعني نقول روح الشريعه تمنع ان نضيق عليها في المسافه القصيره والاجماع على ذلك ان نقل مهما لان الشوكاني نقل ذلك ان السفر القصير يصح للمراه فيه ان تسافر مع غير ذي محرم. هذه اخر الكلام على هذا الحديث ننتقل الى الحديث الثاني. نعم. ده حاجه بقى الناس بتخش في البحر ثاني القصر انا اجبت عن هذا كثيرا. طيب حديث انس انه صلى بحليبه طيب فيها 10 كيلو او 9 كيلو فيكون اقل مسافه القصر. هذا كلام اوهى من بيت العنكبوت لان السلام خرج من المدينه يذهب الى ذي الحليفه ورجع للمدينه ثاني. فلما ذهب الى ذي الحليفه قصر ولما قصر رجع للمدينه صح؟ لا بتصور رايح فين؟ ما كان الموضوع والعقد بالاجماع ان المسافه اللي كانت تسافر مسافه طويله اذا خرج عن حدود البنيان يصلي قصر فريضه ما شاء. فظل قصر انه خرج عن حدود بنيان المدينه حتى الان ابيار عالي وان كانت في شمس المدينه قريبه جدا من المدينه. يعني لو الانسان ذهب الى ذي الحليفه ممكن ينظر الى بيوتات المدينه وفي ذي الحليفه للقرب تمين حتى لو شرف نقول هذا ليس من حدود المدينه. فاذا خرج عن حدود المدينه له ان يقصر ويقصر. مفهوم؟ هذا التوجيه في مسألة حديث أنس. والصحيح هي أربعة بر أربعة بر. المسافة تفصلها هذا هو الأقوى وهذا هو الأساس وهذا هو الأصح. أما أن تقول إن كان في العرف سفرا فيسمى سفرا ونقصر هذه معناها إيش؟ معناها أن أنا سأخالف أصول كثيرة. الأصل إسلام الصلاة. فإن كان الأصل إسلام الصلاة فارتكبت فيها بيقين. فإن قلت السفر ما سمي سفرا أقصر الصلاة فإني سأضيع نصف الصلاة وشطر الصلاة بشيء مشتبه ولا يصح. اليقين يقدم هنا وما مش عايز يفهم حاجة ومش عايز يفهم مش عايز يفهم مثلا فاهمين؟ طب ايش الفهم بتاعي؟ دلوقتي أنا سؤالي له إيه؟ عشان الحي ده هتموتوني. أنا قلت فاهمين قلت نعم فهمت إيش؟ قال أنا فاهم أنا سؤالي كان إيش؟ فهمت ايش؟ لا سؤالي فهمت ايش؟ هو اجابته ايش؟ انا فاهم هذه اجابه عن سؤالي؟ يعني بطل الحيده اللي فيها دي؟
طلبة العلم لابد يكونوا مضطرين للحجاب. الأصل اسمها مضطر، أحسن. فلا أنتقل عن الأصل إلى بإيه؟ بدليل أقطع مشاهدة النهار لا بالأدلة المحتملة الضعيفة تجعلني أنتقل من الأصل. أين أحدث إذا يرون الجهة مفكر؟ أين أحدث يقولون بالجهة مفكر؟ أصل مدى بالحنزلة يقولون بالجهة مفكر، لكن عند التطبيق يختلفون. ولذلك تراهم في الطلاب النقي اللي فيه قبل الحنزلة يقولون الصلاة باطلة، لكن أصل مذهبهم يقولون بالجهة مفكر. فهمتين؟ لكن عند التطبيق يحدث الخلاف. القاضي أبو يعلى فقط هو الذي يقول لا جهة مفكر ولا غير مفكر. اي شيء لا يوقع فيه لابد ان تقول بفضل العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في دينه هذا ما عمل عمل ليس عليه امرنا فورا. نعم. الرد الثالث العرف، العرف ده عرفه كان مشهود لشرط. مفيش عندنا، مفيش دليل ناصع قاطع يحدد لك مسافه السفر. الرد ده عن ابن عمر بن عباس مش مطروح. يلا يا شيخ نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم نسير يوم وليلة نعم. هو احنا نقول ولا مخالفة مسيرة يوم وليلة على المسافة. ليش؟ لأن أنت لو قصت المسافة بالإبل مسيرة يوم وليلة لا تتعدى 80 كيلو. طيب احنا قد لا ضبطنا المسألة على ذلك، لكن أنت عندك مسيرة 3 أيام بليلين، فنقول المفهوم هنا غير مراد، فنأخذ الأقل. باب الفدية هذا الباب يذكر لنا فيه المصدر كم الفدية، وهو قد عمم والقصد في هذا الحديث او الحديث التي اردت بها بكلام عن الفدية قاف ليس عام، لانه سيذكر فدية الاذى فقط، سيذكر كفارة الأذى فقط، فدية الأذى فقط. والفدية هي الكفارة التي يلتزم بها المكلف إذا وقع في محظور من المحظورات أو نهي من المنهيات في الحج. نعم. رضي الله عنه وأرضاه، تأتي بالتبعية تقول رضاء صاحبه ما تقولش رضي الله عنه. جلست إلى كعب بن عجل رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، أميت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القول يتناصر على وجهه، فقال فكنت أرى الوجع بلا بكما أرى، أرى ولا أرى، فكنت أرى الوجع بلا بكما أرى، أو ما كنت أرى الجنة بلا بكما أرى، أتدي بذلك؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أقع ستة ثلاثين لكل مسكين نصف ساعة. وفي رواية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعد فرقا بين ستا او يهدي شاة او يصوم ثلاثة اشهر. ارجع الرواية الثانية مرة ثانية. وفي رواية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبعد فرقا بين ستا او يهدي شاة او يصوم ثلاثة اشهر. هي ستة مستين؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو ارحم الامه بالامه، لا رب ولا عجب، فان الله جل وعلا جعله رحمه بعثه باديا ومهينا ومصيرا للمؤمنين، وجعله مرتبا كما قلنا رحمه مهداه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان كبصر اصحابه واحوالهم ويسال عن حالتهم ويقف ويعين المحتاج ويزيد الملهوف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضي الله بكل اصحابه. سافر ذات مره مع اصحابه وجابر رضي الله عنه قد سافر معه على جبل قد اعلى، وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم من حاله او كثير من احواله يتاخر الثبوت ليتفقد اصحابه وينظر في احوالهم ليعين المحتاج. فراى جابرا دائما متاخرا فساله عن ذلك، فقال جاء فبين له واشتكى من جبل الذي قد اعلى، فوضع يده عليه وسلم وضربه تقريبا حتى صار كان اشد ما يكون من السرعة، ثم قال له بعدين الغرض المقصود أن السلام تفقد أصحابه حتى أعانى جابر الثروة. وكان يسأله أيضا تزوجت؟ قال نعم تزوجت. ذكر أم سيما من سؤالي وتفقد أحواله ورحمته برمته وأصحابه، وأيضا نظر إلى عبد الرحمن بن عوف
عندما دخل وشتم الضيف قال تزوج؟ قال مين؟ قال نعم. فقال أول ولو بشاب. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في كل أحوالهم حتى إذا وجد المحتاج أعانه على حاجته. فلما رحم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقال تسلية، تسلية لا، يقال أن نتأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، نتأذى بفعال المحتاج مع أصحابه. فكل من كان مقدما، من كان إماما، من كان أميرا على قرية مثلا، يعني كان وزيرا، كان حاكما، فلا بد ان يتفقد احوال الرعيه كما كان الانسان يفعل، يصد فضلات الناس ويصد فضلات المحتاج. رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته امه ان ينظر لمرضى الاصحاب حتى في العبادات. ففي الحج مر عليه كعب بن هريره والخمر يتساقط على وجهه، فكان الانسان يبين له ماذا يفعل، ثم بعد ذلك اشتد الوجع به فحمل الى المستنى. ففي ذات مره مر، وفي المره الثانيه حمل الى رسول الله من شده الوجع والجهد الذي يراه من انتشار الخمر في راسه وتساقطه وتناثره على وجهه. فلما راه مسلم فمن رحمته شفقته بابي وامي خدع من ذلك. قال ما كنت ارى الجهد قد بلغ او الوجع قد بلغ بك هذا المنبر. ثم قال له احلق انظر الى خدمه المسلم، انظر الى امر المسلم بالرحمه إذا السبب الذي به الوجع ورحمة السلام به. قال احلق رأسك وإن كان الأمر محرما في هذا النطق، لكن أمره به لاستبقاء على حياته ناس فتيب الوجع والمرض منه. فقال له احلق رأسك، هذا أول شيء، وما سلمه على الالتزامات التي سيلتزم بها بعد ذلك. تصدر الباب بما يكون رحمة له، رحمة السلام به. قال احلق رأسك ثم ما يلوى اذبح شاة إلى آخر الحديث. هذا بإيجاز بيان لرحمة الإنسان بأمته في كل شيء، في معاملات، في عبادات، في كل شيء، فإنه قد بعث الله لنا بهذا رحمة لهذه الأمة، وبه نرحم ونستشفع به يوم القيامة. المسائل التي تتعلق بالقضية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، أول هذه المسائل الفدية، الفدية، فدية الأذى، قلت فدية الأذى الذي تفطر فيه باب المطمئن. كيف تجب أو متى تجب أو على من تجب؟ أقول الفدية منوطة بمن أماط الأذى عن نفسه بالحلق، بحلق الشعر. من منوطة بمن أماط الأذى عن نفسه بالحلق. وهذه الفدية إن كان به ضرورة، فإن رفعت به الضرورة، لأن حلق الشعر في الحج محرم من محظورات الإحرام حلق الشعر، فإذا وقعت به أي جاءته الضرورة ووقع به أذى وبلغ الأذى معه، له أن يحلق شعره وعليه هذه الفدية. يبقى عندنا وقفات، الأول بلوغ الأذى، والثاني إيش؟ أن تكون ضرورة أو كل متلازمات، لأن الأذى فيحبه الضرورة، ترجئه الضرورة، فعليه الحلق. هذه أولا إزالة الأذى، والثاني تلزمه الفدية، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الإسلام أو تصدق بالنصر. التقدير الأصل التقدير هنا التقدير، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، أو فعليه أن يحلق ليزيل الأذى، فحلق فعليه فدية، ففدية الإسلام أو تصدق بالنصر. وحديث كعب بن هريرة أن الإنسان قال: من كنت غلط الوجع بلغ بك المبلغ، ثم قال له: احلق رأسك ثم تيسر في المساكين او يذبح شاة كما خيره في بعض الروايات. وهذا الاجماع في بين الفدية اولا، ثاني الفدية الى اجابة ضرورة المرء ان يقع في محظور من محظورات الاحرام وهو حلق الشعر، يحلق شعره ليزيل الاذى وعليه الفدية. وهذا بالاجماع. واختلف العلماء بعدما اتفقوا، اختلفوا فيما بينهم ان فعل ذلك المكلف بغير ضرورة. يعني ايه بغير ضرورة؟ الأول القمر تناقض على رأسه وإيش ووجهه، فأصابه بالألم فحلق من أجل هذا الألم، لكنه في طرف وفي دع وفي ضرور وحلق رأسه، فهل تقع عليه العقوبة أم لا؟ يبقى إذا اختلفوا فيما بينهم إن لم تلجئه الضرورة فحلق رأسه. فقال الإمام مالك عليه الكفارة، عليه الكفارة، كما أنه إذا جاءته الضرورة عليه الكفارة. ووجه النظر الإمام مالك في ذلك القياس الجليل، قال: الشرع في الضرورة أباح له الحلق وألزمه بإيش؟ بالفدية. وأيضا
في غير الضرورة لم يبح له حلق الشعر، فحلق الشعر فإن كان عندما ألجأته الضرورة ألزمناه بفدية فمن باب أولى إن لم ترجعه الضرورة نلزمه بالفدية، فرض عليه الفدية. إذا الإمام مالك يقول عليه الفدية، والفدية في كتاب الله خصال ثلاثة كما سنقيمه، صح؟ إما ذبح أو إطعام أو صيام، صحيح؟ طيب هذا كلام الإمام مالك، وخالفه بذلك الجماهير، الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، قالوا إذا حلق أماط الأذى عن نفسه دون ضرورة، جاء أذى محتمل، أذى يحتمل، ليس ما ألجأته الضرورة، ما ألجأته الضرورة فعليه أولا، عليه التوبة لأنه قد عضى وأدب لأن حق رحت لا يجوز، فعليه أولا التوبة، والثاني عليه الفدية بدم فقط. عليه الفدية بدم. إيش الفرق بين قول المالكية وقول الجماهير؟ هنا المالكية قالوا بالفدية بالإنفاق الثلاثة، أما الجماهير فقالوا بالدم فقط. مما قالوا وهذه وجهة نظر قوية، ووجهة النظر من قول الجماهير أنه لما خالف ناتب الأرض، ولما وافق ناتب الأيسر، لما ضرب ناتب الحكم بالأغلى، والحكم بالأغلى أن نوحد له الدية أو الفدية ألا وهي الذبح وهو الأغلى، ويمكن أن يستدل له ويستأنس بقولهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدر الباب وقال أتاج بشاة، كأنها هي الواجبة، أتاج بشاة؟ إذا قال نعم قال اذبح هذه الشاة، فإذا استأنس لهم بتصدير الباب بشاة، قال لهم صلى الله عليه وسلم أتاج بشاة؟ هذه دلالة على أن الأرض يقدم، وهذا كما قلنا من التقدير الشرعي الصحيح، لما؟ لأن الأنسب في المفرق التغليظ، والأنسب في غير المفرق الإيش؟ التيسير. هنا في الأول عندما ألجأته الضرورة أباح له الشرع الحلق، فناسب التيسير، فقال له إن لم تستطع أن تذبح عليك بالصوم، إن لم تستطع عليك بالإطعام، لكن لما تجرأ وتجاثر على شرع الله للغلاء وتعدى الحدود وحلق بدون ضرورة، ما ألجأته الضرورة ناسب إيش؟ ناسب التغليظ، فقلنا له عليك الذبح فقط، وهذا الغالب الصحيح. هذا هو بعد الفرق، هذا هو الراجح الصحيح، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني إذا قلنا بأن من ألجأته الضرورة وذبح فحلق فعليه الفدية، فنقول هل يستوي في ذلك العام والنازي؟ رجل ألجأته الضرورة فعمل على رأسه وحلقاه فعليه فدية كما ترى، رجل ما جاءته الضرورة إن كان ناسيا، نام وقام من النوم فتذكر أنه في جميع أحواله إذا نبت شعره يحلق الشعر فحلق شعره ناسيا، فهل حكمه حكم من جاءته الضرورة حلق شعره وعليه فدية؟ أولا الاتفاق بين العلماء في هذه الصورة، صورة الحلق ناسيا، الاتفاق لعدم الإثم، الاتفاق لعدم الإثم، اتفق العلماء أنه لا يأثم إن حلق شعره في إيش؟ في إزيادة على حد التبول. إيش؟ وإيش نبحث في الإثم ولا غير الإثم؟ بسكوت فهموا السؤال وأجيب. ليش نبحث في يأثم أو لا يأثم؟ وإيش اللي جرينا نقول واتفق أهل العلم على عدم الإثم؟ ليش؟ ها؟ جيد صراحة، ليش؟ نعم ليش احسن ليش نبحث في الاسم للمخالف؟ لان حلق الشعر في الاحرام لا يجوز. انا اريد ان الاخوه ترجع لتفصيل المساله، حلق الشعر في الاحرام لا يجوز، طب حلق شعره ناسيا؟ قلنا ان كان ناسيا فالاتفاق عدم الاسم، فالاتفاق عدم الاسم، ثم اختلفوا فيما بينهم هل عليه الفدية ام لا. اما المالكيه والأحناف يرون أن عليه الفدية، وهذا قول التوريث والليث بن سعد، قالوا عليه الفدية وإن كان ناسيا، وإن كان ناسيا، فمن أخذ شعر رأسه ناسيا وهو وكان محرما ومتلبس الإحرام فعليه الفدية ورفع عنه الإثم. ليش؟ لأن السلف قال رفع عنه مات القضاء والنسيان والتكفير عليه، يعني يرفع الإثم عن ذلك. قول الثاني قول الشافعية والحنابلة أنهم قالوا رفع الإثم، نعم حقا نتفق معكم، وليس عليه الفدية، ورفعت الفدية أيضا وعدم المؤاخذة. الفارق بين القولين، أولا أدلة القول الثاني هو قول المسلم أيضا رفع عن مثل خطأ من كان مذكره عليه، والأصل في الرفع
الرفع كله بالاسم والحكم، الرفع كله بالاسم والحكم هذا الاصل الا ان ياتي دليل. وايضا قالوا عندنا ادله كثيره تفرق في الاحكام بين العالم وبين الناس. قال الله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما تعمدت بما عقدتم الايمان، فهذه دلاله تدور على العبد والعمد على الفعل. وقال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا برع بالتعمد، فهذه دلالات على حديث تفرق بين المتعمد وبين غيره، وهذه اصول شرعيه. وهي بالنظر بين العلماء الفريق الاول والفريق الثاني، قالوا: نحن نقول في ادله الشرع ايضا التي سوت بين الناس والعامل في احكام كثيره، تعرفها؟ سمحت ما ادري انت ايش ايش بيحدث معك في الحاله اللي انت فيها. ها ها حتى يتم لانك حريص على الكرم شديد. لا تتفق طبعا كريم قارب، لكن ما فتحت الباب لو لم يتوسع وقت الطلب. انا اريد دليل وفرع عليك كما جئت. نقول المسيء التوافي، المسيء التوافي دخل في الصلاه صلاه ليست كبيره وليست طيبه، ماذا قال الله السلام؟ عبره بجنب ولا عنفه؟ عبر، لكن صلى ويرجع فصلي تهلكه لان الطلب يقول لك صحيح ولا لا. فبعد ذلك قال: والله لا اعلم غير هذا. فالجهل اخو النسيان، رجع لمده قطر النسيان وسجدوا عليه، فلم يحضره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ارجع وصل. ثم بين له ان يصلي السنه ويكبر ويعيد الصلاه. وبالاتفاق وبالاجماع من صلى فنسي الركوع في الركعه فالركعه لا تصح، من صلى فنسي الركوع في الركعه لا تصح. فنقول لهم: نعم حق، والفريق الثاني يتفق معكم في ذلك، لكن تفريق النظر في ذلك نحن نفرق بين الواجبات وبين المنهيات. اما الواجبات فلا تسقط في الحال وان سقط الاثم، واما المنهيات فيسقط فيها الاثم ويرفع فيها الحب، وهذا هو الغالب الصحيح. فمن حرق راسه من الدين لا اثم عليه بالاجماع، وبالغالب الصحيح انه لا فدية عليه، رجع كلمات الخطأ والنسيان ومن يكفرهم عليه. بالنسبة للمسألة العلمية الثانية، ما كيفية الفدية؟ ما الذي يجري في هذه الفدية؟ ما هي الكفارة التي يلزم بها المكلف إذا حرق رأسه أو وقع في هذا المقصود؟ أقول: الكفارات هيئتها وكيفيتها وما هي هيئتها. أقول: الكفارات على ثلاث: كفارة تغيير، كفارة ترتيب، كفارة ترتيب وتغيير. كفارات الذباب يذكر في الكتاب على احسن من ثلاث: كفارة تغيير، كفارة ترتيب، كفارة تغيير وترتيب، او ترتيب وتغيير. اما كفارة الترتيب ككفارة الظهار، فكفارة الظهار مرتبة. اذا قال احد من امرأتي: انت عليك كظهر امي، فعليه اولا صيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فان يترك اي قرار احسن. عليه اولا ان يعتق رقبه، يبقى إذا لا صيام ولا إطعام، أولا عتق الرأس. فإن لم يستطع فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ست. هذه مرتبة، هذه كفارة مرتبة. هناك كفارة تخيير، كفارة تخيير كإيش؟ لا، كفارة دنيا كفارة تخيير. كفارة التخيير كما في حديث الباب، كما في حديث الباب، حديث الباب كفارة التخيير، من وقع بمحظور حلق شعره كما دام تفصيله عليه أن يطعم أو يصوم أو يذبح. وكفارة التخيير والتخيير كفارة الصيام، كفارة الصيام مرتبة أولاً ثم انتهت بالتخيير. قال الله تعالى: التخيير أولاً ثم انتهت بالتخيير. قال الله تعالى: فكفارات إطعام 10 مساكين من أصل ربنا أهليكم أو كسوتهم أو تحريرهم، فخيره بين الثلاث. فقال: فمن لم يجد فليش؟ فصيام 3 أيام. فأصبحت مرتبة أولا وانتهت، أصبحت مخيرة أولا فانتهت بالترتيب. ها؟ ليس؟
قلت مخيرة أولا وانتهى بالترتيب. نعم. فابتدأها الشرع بالتخيير ثم انتهى بها بالترتيب. هذه كفارة الصيام. وأما ما نحن بصدده الآن فهي كفارة الترتيب بين أمور الثلاثة الذبح أو الإطعام أو الصوم ثلاثة أيام. والكلام عن ذلك حديث الباب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذبح شاة أو اذبح ستر مساكين أو صوم ثلاثة أيام. والآية الظاهرة دي عندنا الآية صريحة قال الله تعالى من جهلك مريضا أو في هذا من رأسه فدية من صيام أو هنا التخيير من صيام أو صدقات أو نذر. وأيضا في رواية صريحة أصح الرواية هي رواية في سنة أبي داود صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فاذبح شاة وإن شئت فصوم ثلاثة أيام أو إن شئت فأطعم ستة مساكين. تخيروا وجعل المسألة على المشيئة إن شاء ذبح أو إن شاء صام أو إن شاء أطعم. فهذا أصرح الأدلة على أن هذه الكفارة كفارة التخيير. لذلك بعد الخلاف استقر القول عند جميع العلماء بأن هذه الكفارة كفارة التخيير. لكن يرد على هذا التخيير إشكال لابد من الإجابة عليه. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن في حديث بعض الأحاديث الرواة أو حديث الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتجد أتاجي بشاة تفطر الباب بإيش؟ بالشاة. قال أتاجي بشاة يعني لم يجد الشاة يحيل على غيره، لكن الأصل أنه عليه الشاة يلزمه الشاة. قال أتاجي بشاة؟ قال لا. قال إذا فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ست مساكين. قالوا هذا الحديث دلالة واضحة على الإلزام لا التخيير، أنه ما خيره إلا بين صوم وبين إطعام، لم يتفطر الباب بالشاة. قال له أتاجي بشاة؟ فإن كانت الإجابة نعم قال يلزمك الشاة. هذا مقتضى الحديث. تهميم صفر حتى ما تصير تهميم تهميم جيد. إيش نعم أنا أقول هذا إشكال. أنت معانا ولا مش معانا؟ تعالى من الأول إيش قلنا؟ قلنا هذه الكفارة كفارة تخيير والأدلة من الكتاب والسنة أدلة جيدة، لكن يرد على كفارة التخيير هذا الحديث. إيش هو الإيراد؟ أن الإنسان صدر الباب في الكلام بإيش؟ تجد شاك كأن المعنى يلزمك شاك، فإن لم تجد الشاك فأنت مخير بين الصوم والإطعام. فهمتم؟ يبقى وجهة النظر هنا في هذا الحديث في تصدير الباب بالشاك أنها مرتبة على الشاك والمخيرة بين الإطعام والصيام. أنتم اتفقتم على أن الكفارة، بل اتفق العلماء على أن الكفارة هنا، اتفقت كلمة العلماء على أن الكفارة كفارة إيه؟ تغيير دافع عما اتفقتم عليه. ليه هنا فهمنا سؤال طيب حسن سؤال مفهوم ضاع العلم ولا مفتحن ومفتحن مفهوم والسؤال مفهوم ترجمة نعم صلى الله عليه وسلم اجتهد أولا بذلك فرد الوحي والآية بين الكلام أحسن هذه إجابة للجواب أفضل إشكال مخطئ يا ابني ذا كلام علماء ما اجتهد ما ينطق عن الهوى لا لا اترك هذا نقول قولا الأصل أننا قلنا استقر القول عند العلماء بأن الكفارة كفارة تخيير لمعترض أن يعترض ويقول قد قال لهم سلم أدب الشاة فضل الباب الشاة دلالة على إلزامها قلنا لا للحديث توجيه أو إجابات في إجابات ثلاثة أو أربعة على بحرين منها إجابة ابن حزم ابن حزم أجاب عن الحديث قال هذه الرواية مضطرب قال الرواية مضطرب فهذه إجابة ضعيفة جداً لما؟ لأن الاضطراب لا يأتي إلا بعد عدم استطاعة الجمع واستطاعة الجمع الموجود والجمع جمع النووي بين الحديث والرواية الأخرى والآية لأن النووي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عندك الشاك فإذا قال نعم عندي شاك فسيقول له أنت مخير بين الشاك وبين الإطعام وبين المكذبين يعني هو يسأله أولا حتى يجيب حتى يبين له الإيش التخيير وهذا القول فيه بعض هذا التوجيه فيه بعض وأولى التوجيهات ما قاله الأخ الكريم أولى التوجيهات لأن الإنسان اجتهد لأن الإنسان له الاجتهاد نعم له الاجتهاد ويقر أو يخطط كما قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم فاجتهادات الإنسان كثيرة ويقر على الصواب ويخطط في الخطأ فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فألزمه للشاك قال ورواية مسلم صريحة بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواية مسلم قال فقال له أتاجد الشاك لأنه ألزمه بها اجتهادا منه قال لا أجد
فكان الكلام سكت. ايش يفعل بعد ذلك؟ فنزلت الآية فدية من الصيام او صدقة او نذر. وهذا اولى التوجيهات واولى الاجابات انها كانت اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقر عليه ونزلت الآية لاثبات التغيير. وهذا هو الغالب الصحيح في توجيه هذه المسألة. فناتي الاخ الباب ونسألون كيف ما شئت. المسألة الثالثة الا وهي الإطعام بقول السلام أطعم ستة مساكين. الأصل في إطعام ستة مساكين. فإذا إطعام ستة مساكين سيسأل الثالث فيما أطعمهم كم الكم والكيف. فوردت الروايات على الضم وعلى الشعير وعلى الجوز وعلى غيره. لكن قال السلام فيها أطعم ستة مساكين ثم قال نصف صاع لكل مسكين. قال الحديث قال نصف صاع لكل مسكين. وهذا الذي عليه جميع أهل العلم من المالكية والشافعية ورواية عن أحمد أنها نصف صاع لكل مسكين من البر ومن غيره. أما الأحناف والثوري وأهل الرأي قالوا من البر نصف صاع ومن التمر ومن غيره صاعا كاملا. لأصل عندهم في أصول الكفارات لازم نسوي التفصيل فيه. وأحمد رواية عنه مد من البر وصاع من غيره. وهذه رواية ضعيفة والصحيح الراجح هو القول الأول يسأل ستة مساكين كم؟ الجم قال فيه السلام نصف صاع. نصف صاع لكل مسكين. نصف صاع لكل مسكين من البر ومن الصاف ومن الشعير من كل شيء نصف صاع يطعمه نصف صاع. المسألة الرابعة التي تتعلق بهذا الباب مكان البذل. مكان البذل هنا فرع لابد ان ناخذه في المسألة الأولى نختم بها. مكان البذل الذبح أو الإطعام أو الصوم. اتفقت كلمة العلماء على أن الذي أتى المحذور من هذا المحذور بحق رأسه في الإحرام أتى بالمحذور كان عاملا فليستغفر. جاءته ضرورة لا شيء عليه إلا الفدية. وقال الفدية مخير فيها بين إطعام وذبح وصيام. فأجمعوا على أن الصيام هو مخير فيه في الحج أو في غير الحج في المدينة أو في مكة في بلدي أو في بلد غريب في أي مكان يصومه ثلاثة أيام يلزم بثلاثة أيام فدية حلق الرأس في أي مكان بالإجماع. واختلفوا فيما بينهم في الإطعام والذبح لأن الإسلام قال له تجد شاك لما عنده ذبح أو من صيام من صيام أو صدقة أو نصف. فاختلفوا في مكان الفدية في النصف أين يكون. أما الإمام مالك فقال الذبح في أي مكان قريب. الذبح في أي مكان فقراء مكة أو فقراء طيب مكة في أي مكان الذبح لأن هذا ليس لهدي هو نصف فدية أذى وليس بهدي. قال وجد نظر في ذلك طبعا الهدي بالاتفاق وبالإجماع وإن لابد الهدي يكون في المدينة في قراء المدينة الصح الهدي هدي فين؟ في مكة. وين الدليل؟ هديا بلد ايش؟ يعني ما ينفع الا في قراء مكة. الهدي لابد ان يكون في الكهف في مكة. فإذا الإجماع على أن الهدي وهو ايش الهدي؟ ايش الهدي غلط ايش الهدي يعني يعني بالله عليك لما انا اسال عن الهدي يبقى بسال عن الذبح في واحد طالب علم او عم يستطيع يقول غير ذلك الهدي هو ذبح صح ولا لا وليس هذا الثلاث هذا علم ها تمتع فقط الهدي هدي تمتع او هدي ايش اقتران صح ولا لا وسماه بعض العلماء انه جبران وبعضهم قال هو شكران لكن سماه الله هديا في كتابه قال هديا يبقى اذا ذبح اولي هدي بالاجماع فلا بد ان يكون في مكه ذبح اخر وهو سماه الشرع نطقا صح هو فدية لكن سماه الشرع ايه يبقى القران سمى هدي التمتع وهدي القران سماه هديا قال هديا بالغه الكعبه وفي الفديه سماه نطقا والقاعده وهذا كلام من القوه من مكان كما قالت المالكيه اذا اختلف الاسم اختلف القوه اذا اختلف الاسم اختلاف الاسماء يدل على اختلاف الاحكام فان كان هديا قلنا حكمه في مكه وان كان نطقا فحكمه يختلف وما في تقييد عندنا من الادله فنقول يبقى المطلق على الاطلاق اسمه نطق في اي مكان يذبح ويطعم الفقراء هذا الذبح هذا كلام الملكيه وهو من الوجاهه والقوه بمكانه. القول الثاني قول الاحناف هو قول الشافعيه ان الذبح والاطعام وجوبا لابد ان يكون في مكه
جاريا على ان الاطعام لا يكون الا في مكه. المقصود في كل اعمال الحج هو النظر لكفراء مكه، ودليلهم في ذلك القياس، القياس على الهدى بجامع الذبح، القياس على الهدى بجامع الذبح، القياس على الهدى بجامع الذبح. فقالوا ذبح النسك، طيب بجامع طبعا اطعام الكفراء، ذبح النسك هديا فاطعم به كفراء مكه والزمن، وذبح النسك ايضا هديا شاة او بعيره يطعم به الكفراء والمقصود به كفراء مكه قياسا على الهدي. والدليل الثاني مستنبط من الامر، قال الله تعالى: ثم ليظهروا تفتهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا ببيت العقيده. اتفاق او كل جوهره من اهل التفسير قالوا في قول الله تعالى: ثم ليظهروا تفتهم، قالوا السبب تفتهم يعني حلق الشعر ونبت الابل وتقليم الاظافر، قالوا حلق الشعر ونبت الابل وتقليم الاظافر. وهذه ادخل عليها الدليل، ادخل عليها المساله الاخرى التي استدلت بها. لا، هم استدلوا العلماء بالاسحاق بالقياس فقط على الهدى، وايضا استدلوا بالاثر بقول بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، بقول صحيح بسند صحيح عن ابن عباس ان ابن عباس قال: اما الذبح فبمكه، اما الذبح فبمكه. اللي عندهم اثر ونظر، النظر القياس على الهدى، والاثر حديث ابن عباس، عفوا عما اخطاه فيه، حديث ابن عباس او الاثر عن ابن عباس انه لما دل على الذبح قال بمكه، وعما لو كان الذبح نسكا او كان هديا. والقول الثاني والراجح الصحيح ان الذبح او الاطعام لا يكون الا بمكه، خصيصا بكفراء مكه نعمه ورحمه به، نعمه من ربهم عليه. اختم هذا الباب بهذه المساله التي شغلتني، الا وهي حلق الشعر محظور به الفدية، والدليل الذي جاء من الكتاب او من السنه حلق شعر الراس، فهل هو خاص بحلق شعر الراس ام يتعدى لغيره؟ وايضا اذا قلنا بحق الشعر يدخل في ذلك تقليم الاظافر ام لا؟ فنقول جماهير اهل العلم من السلف والخلف قالوا يتعدى حلق شعر الراس الى شعر غيره، يعني لو اخذ من شعر لحيته، من شعر وجهه، من شعر يديه، من الابط، فعليه ايضا الفدية. والدلاله له في ذلك الاسحاق او القياس بجامع واحد الا وهو الترك. جامع الطرف، حلق الراس يريح الانسان بجامع الطرف، فاذا اخذ من شعره من بشره من شعر وجهه شعرا عليه الفديه قياسا على شعر الراس. واجمع كما قال ابن المنذر، اجمع العلماء على ان تقليل الاظافر ضبط الاظافر يلحق ايضا بالشعر بجامع الطرف، وهذا هو الصحيح. وخالف في ذلك داوود الظاهري وابن حزم، وقالوا لا شيء في ذلك، لان الاصل براءه الذمه، ولا نلزم احدا بفديه ولا بتغريب الا بدليل اصبع من شمس النهار. قلنا هو لا ياخذ بالقياس، والقياس اصل اصيل عندنا في ديننا من الاحكام او الادله او ادله الاحكام المنطقه عليه، لان الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، فاذا اخذ شعره فاوجب الشرع عليه الفديه باخذ الشعر، ففي اي مكان اخذ شعره يلحق به. وتقليم الاظافر في معنى اخذ الشعر الا وهو جامع الطرف، وهذا هو الراي الصحيح. والدليل الذي يعقد هذا الايه التي ذكرتها، قول الله تعالى في يوم النحر يوم الحج الاكبر، بعدما يرمي بعدما ينحر ويرمي ويحلق وينحر، قال الله تعالى: ثم ليظهروا تفتهم وليوفوا نذورهم. وجماهير المفسرين قول الله تعالى: ثم ليظهروا تفتهم، قالوا قضاء التفت هو حلق الشعر، وهذا يعني عن الاحلال حلق الشعر، وايضا تقليم الاظافر ونفس الابل. فاذا كان محرما عليه قبل الرمي حلق الشعر، فلما رمى ونحر، او قل فلما رمى عند بعض العلماء حل له حلق الشعر، فان السبب فيه حلق شعر وتقليم اظفار ونفس الابل. يبقى اذا هذه فيها دلاله من اقوال اهل العلم على ان الاظفار يلحق بالشعر، ونفس الابل ايضا يلحق بشعر الراس. وهذه المساله الاخيره في هذا الباب، الفوائد المتطلبه في هذا الحديث: اولا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهذه الفائده من التاج بها، كيف كان رحيما بأصحابه، يسأل عن أحوالهم،
يتفقدهم، ينظر من يحتاج الإعانة، من يحتاج المساعدة، فيعين المحتاج ويزيد المهموم. وهذه كما قلنا من سمات وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بين الله في كتابه بالمؤمنين رؤوف رحيم. الفائدة الثانية، السنة مفسرة للقرآن ومبينة لمجمله كما بينا كثيرا قبل ذلك الاستقلال. السنة مفسرة للقرآن، والدلالة على ذلك هو أولا قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو في أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نذر. النذر ممكن تكون شاة، ممكن تكون إيش بقرة، ممكن تكون بعيرة. فجاء الشرع يبين المقصود في الآية يفسر لكم الدم والنذر هنا بشاة، قال الدم بشاة سنة. ثانيا الصيام بين عدده من السلم لا مدري العدد الإطعام، لأن الإسلام يعتبر إيه في الإطعام؟ الصحيح هو الإطعام، لأنه قال الله تعالى من صيام أو صدقة أو نصف. ما علمنا الصدقة، ما مدد الصدقة، ما كم الصدقة، ما كيف الصدقة. فبينه الإسلام أن تطع ستة مزاجين، لكل مسكين نصف إطعام. فالسنة مبسرة ومبينة لمجمع القرآن. الفائدة الأخيرة العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ قالت نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وطبعا هذا التفصيل الذي أفضلناه قبل ذلك لأن الأحكام لا تنزل على الأعيان، الأحكام لا تنزل على الأعيان، بل الأحكام تنزل على العموم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وأيضا فقال الله جل وعلا يا أيها النبي يا أمري إذا طلقتم النساء. وأيضا لما جاء الرجل قال طهرني يا رسول الله فاستقبلته وسجد عنه النساء. فلما صلى وسلم قال أين السائل؟ فجاء قال صليت معنا؟ قال نعم. فقال له إلى الفرحة، أو قال له أن السلام قرأ عليه قول الله تعالى أقمت صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إنك حتى تزيدنا. قال لي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل أمتي عامة. والعام وغير العام نزل في هذه الأمية وغيره، وهي عامة في كل المكلفين. فإذا العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب إلا ما دلت القرينة على خلاف ذلك. انتهينا من هذا الحديث وفي باب الكلام. وفي أي أسئلة؟ بسرعة.